سماء فضيلة الشيخ صالح، زهد الناس وبعدهم عن الوقف في زماننا هذا ما أسبابها فضيلة الشيخ؟ أسبابه حب الدنيا والشح بالمال وضعف الإيمان، ضعف الإيمان عند بعض الناس أو الغفلة عند بعض الناس، غفلة عن الموت وطلب الأجر بعد الموت. الوقف له فائدة عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي الوقف، وما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له جده يعني غنى إلا وقد أوقف لحرصهم على الخير وجريان الأجر لهم بعد موته. نعم.